تبا له ولمن يدافع عنه بالباطل. الزول واقع في المشكلة دي، يعني أبو جهل وأبو لهب كان لاقى محمد المنتصر اللي زيرك بيسلم عليه وكده بيقول له يا سلام تمام ممتاز، ممكن ذاته يقول له يا زول أنا ذاته أحسن منك، يا اللي زيرك أقعد نعلمك توحيد والله الذي لا إله غيره. اللي زيرك ده أبو لهب كان لاقى بيقول أقعد نعلمك التوحيد، لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله، فهمت يا اللي زيرك؟ هاي فهمت. أبو لهب بيعلمه لماذا؟ لأن اللي زيرك بيقول غير الله يخلق وغير الله يرزق، وطبعا ما زول بليد بيلوي النصوص وبيلوي القرآن وما بيقول لك كده ما على إطلاقه، بيجيب لها آيات وبيجيب لها حديث بيغير الفهم، بيغير بيلوي أعناق النصوص لكي تخدم التصوف. عشان كده تجده واقع في هذه الشبهة أنه يعبد الشيوخ، ونحن شفناه بيعبد في أحمد الطيب البشير في شمال أم درمان هناك، الزول اللي بيعبد في أحمد الطيب البشير جوا القبر واقف كده زي الدلوكة واقف، ليه زول ميت والحيران واقفين جنبه بيجاي أبويا الشيخ أها دايرين يا أخي تبليد، هو أصلي كان قاعد مصنقر ساي بفوق، خليه قاعد جوا التراب ده، كان مصنقر ساي كده بس قاعد فوق كده ده، وانت سألته بديك حاجة؟ ده الأموات أموات، الزول المجرم ده بيقيف للميت ويسأله ويدعو غيره ليسألوا الأموات. لاحظ ديل الآن في السودان عندنا في المجتمع بيقولوا ديل العلماء، ده اللي بيعبد غير الله يقولوا ديل العلماء، ديل العلماء. عشان تشوفوا نحن متأخرين كيف، عشان كده أي زول يتكلم لك في التوحيد قول له زيد زيد طوالي، أدرش الصوفية تبا للتصوف، ما في حاجة اسمها في الإسلام تصوف. شوف قال ربنا قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني بيعبدوا الناس يعبدوا الشيوخ، ويقول لك هذول الشيوخ ده النضاف وبوصلونا لله تبارك وتعالى، لأنه نحن وسخانين بالذنوب ونحن بعيدين من الله، عشان كده ديل قريبين من الله، عبدوا الله كثير، جروا لا لوبة بالليل يا زول، ديل جروا لا لوبة، يقول لك ناس خطرين أو عاد يتكلم فيهم، ديل بيوصلونا لله، ده بيوصلك لله، هو يصل 200 ذاته وصل لله 200، هو يدعو الناس للشرك، هو ما وصل إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعرف الله تبارك وتعالى معرفة العبودية. ويوصلك لربنا سبحانه وتعالى كيف؟ ما يوصلك. عشان كده المشركين الليلة واقعون في قوله تبارك وتعالى ما نعبدهم، يعبدون الشيوخ البرعي المكاشفي الكباشي، يعبدون القبور، يعبدون الأموات والرميم، والله الذي لا إله غيره. هذا الكلام يتعجب منه المجنون فضلا عن العاقل، والله المجنون ذاته يتعجب، المجنون يتعجب من أن يعبد القبر ويعبد التراب من دون الله تبارك وتعالى. ولكن الشيطان طبل أو أغلق عقول هؤلاء الناس وأصبح هو يعبد من دون الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، والصوفية يعبدون الشيطان، وأعوذ بالله. محمد المنتصر اللي زيرك بعبد الشيطان، انت قال عبادة الشيطان كيف؟ طاعته من دون الله تبارك وتعالى، طاعته من دون الله تبارك وتعالى هذه عبادته للشيطان، فهو أخبث من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان أضله وجعله في دائرة الضلال وأصبح يضل المسلمين معه، فهو واقع كما أسلفنا في هذه الآية أنه عبد غير الله ليصل إلى الله تبارك وتعالى، وهذه شبهة هي شبهة المشركين الأوائل ومشركي زماننا ومشركي زماننا، مشركين راقدين. أو عزول يقول لك هزول ما في مشركين راقدين، هزول بالكم قل لي اسمع، الناس اللي بيسرقوا فيه ولا ما في؟
يقول لك يا زول كتر الناس اللي بيزنوا في ولا ما في؟ يقول لك يا زول ما يدوك الدرب، اعوذ بالله. الناس اللي بياكلوا الربا في ولا ما في؟ يقول لك راقدين يا زول والله ضاربين ضرب ثقيل عمارات. الناس 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 يقول لك كلهم في. يقول لي معناه مشركين في واكثر كمان. يقول المشركين اكثر من المجارمه ديل كلهم راقدين. ليه؟ لانه ده الهدف الرئيسي للشيطان. الشيطان كونه وانت تسرق بيكون وانت موحد بيكون لسه عنده فيك الامل، يعني انت معه. لكن مجرد ما جيت قلت يا ابويا الشيخ، الشيطان بيقول بس بعد ده دخل. ده الموضوع بتاعه هنا ده. يا ناديت غير الله انت دخلت في الشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك على الناس ان يفهموا هذه الشبهه جيدا، ان الله تبارك وتعالى لا يحتاج الى الواسطه في العباده، وانما يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له الا واسطه التبليغ، اي تبليغ الدين، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعده ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم. واسال الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم. واقدم اخونا شيخ عبد الباقي.